بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض يونت نمبر 3 ليسن نمبر 1. ليسن نمبر 1 اسمه مين برينسيبل اوف هيريديتي. كلمه هيريديتي يعني الوراثه. والدرس ده من الدروس اللي عاوزه فهم اكتر من الحفظ، وان شاء الله تفهموه بشكل كويس جدا خلال الشرح بتاعنا. اتمنى ان انتوا تحاولوا تستوعبوا كل كلمة انا هشرحها في الدرس ده، لان الدرس ده من الدروس المهمة اللي بيجي عليها اسئلة كتير في الامتحانات. تعالوا نفكر كده مع بعض ان كل واحد فينا بيشبه بابا او مامته في صفة معينة، او لما بيجي مثلا طفل يتولد فبنقول مثلا ده شبه مامته مثلا او شبه بابا او حاجات زي كده. هو احنا مش بنكذب او احنا مش بنجامل مثلا حد معين، هو فعلا بيكون في صفة من صفات الاب او صفات الام. يعني بتلاقي مثلا عينيه مثلا ضيقة زي مامته، او شعره مثلا اسود زي بابا. فدي بتبقى صفات متوارثة او جاية من الاباء. يعني انت بتلاقي الابن طالع شبه بابا او مامته. احنا بقى في الدرس ده بنتكلم عن الموضوع ده، فكرة الهيريديتي، ان انت عندك صفة والصفة دي هنناقشها ونشوف هي ازاي بتنتقل عبر الاجيال اللي جاي. مبدئيا كده عندنا نوعين من الصفات. ركز معايا، سيبك من البوكلت او سيبك من اللي هو معروض قدامك، انا عاوزك تفهم اللي انا او تفهم اللي انا بتكلم فيه. تخيل مثلا ان في طفل اتولد، فالطفل ده بيعرف يلعب كرة او بيعرف يسوق مثلا عربيات بشكل كويس جدا. هل شرط ان يكون الاب والام هما كمان بيعرفوا يسوقوا عربية؟ مش شرط. او مثلا ان الولد ده يطلع يكون بيرسم حلو قوي، هل شرط ان ابوه ومامته يكونوا هما الاتنين رسامين محترفين؟ لا، مش شرط. او يكون خطه حلو او خطه وحش، دي صفات مش متوارثة. انما في صفات متوارثة، ان يكون مثلا لون عينيه مثلا او لون بشرته او طوله، كل الحاجات دي نقدر ان احنا نورثها عن الاباء. فانواع الصفات الوراثية اللي ممكن ان انت تتكلم عنها هما نوعين من الصفات الوراثية. الصفات اللي ممكن تشوفها على الابناء بنتيجة طبيعية بدون تدخل منك اسمها hereditary traits. الhereditary traits دي نوع من انواع الصفات المتوارثة اللي تقدر ان انت تلاقيها في الابناء. اما الacquired traits دي صفات مش شرط ان انت تلاقيها على الابناء. فلما نيجي نتكلم على ال principle of heredity there are two types of traits، في نوعين من الصفات الوراثية. نوع اسمه hereditary traits، ودي عبارة عن the traits that are transmitted from parents to offspring. كلمة offspring يعني الأبناء، الصفات اللي بتتوارث من الآباء للأبناء، زي الهير كولر، زي السكين كولر، زي البلاد جروبس. يعني يكون مثلا الأب فصيلة دم O فالابن يطلع فصيلة دم O وهكذا. دي صفات متوارثة اسمها hereditary traits. أما لو أنت اتكلمت عن الأكوارد تريتس اللي هي الصفات غير المتوارثة، زي مثلا، أو دي معناها إن traits that are transmitted هنا مكتوبة غلط، هي are not، هنضيف هنا كلمة not، are not transmitted from parents to offspring. دي اللي ما بتتنقلش من البيرنتس للأوفسبرينج. offspring معناها الأجيال اللي جاي. يبقى some traits are not transmitted from one generation to another وبنسميها acquired traits. أو إن أنت بتتكلم على traits are transmitted from one generation to another بنسميها hereditary traits.
طيب احنا بنتكلم عن الموضوع ده ليه؟ في عالم اسمه مندل، ومندل كان من العلماء الكبار اللي اهتموا بالساينس بشكل كبير جدا، وقدموا للساينس مواضيع مهمة جدا غيرت في مفهوم البشرية كلها. الراجل ده كان راهب وكان متفرغ للعلم وللأبحاث، فكان مشغول قوي بفكرة ان انا لو زرعت حاجة، تخيل ان انا عندي مزرعة مثلا تفاح، فانا التفاح اللي عندي في المزرعة عندي تفاح لونه احمر وتفاح لونه اصفر وتفاح لونه اخضر، فانا لما بزرع تفاح بلاقي الانتاج اللي طلع لي فيه احمر واخضر واصفر. افرض انا عاوز اللون بتاع التفاح كله يطلع احمر، مثلا التفاح الاحمر غالي فانا عاوز اطلع الانتاج كله احمر علشان ابيعه غالي، انا مش عاوز مثلا الاخضر رخيص، فهل هقدر اعمل ده فعلا؟ او بمعنى اصح، هو ليه التفاح ده ليه طلع احمر وده ليه طلع اصفر وده ليه طلع اخضر؟ هل كده بشغل عشوائي كده يعني بدون كده تنظيم، ولا في قاعدة للموضوع ده، في اساس للموضوع ده؟ فمندل لما جه درس قال لك طب انا هشوف الموضوع ده بقى بشكل علمي. انا عندي مزرعة بسلة، بي بلانت. البي بلانت هي نبات البسلة، يعني اختار نوع من انواع النباتات يعني ايا كان، يعني هو وقع اختياره على موضوع البسلة. لقى البسلة اللي عنده في المزرعة بتاعته او في المكان اللي هو كان عايش فيه، لقى ان هو عنده بسلة الفروت بتاعتها او الغلاف بتاع البسلة بتاعته لونها اصفر، وفي نوع تاني من البسلة لونه اخضر، يعني في الغلاف اللي انت بتلاقي جواه حبوب البسلة دي، لقى في مرة الغلاف ده لونه اصفر وفي مرة تانية لقى الغلاف لونه اخضر، يعني مجموعة من البلانتس طلع كده ومجموعة من البلانتس طلع كده. قال لك بس انا همسك البسلة دي وابتدي ادرسها، اشمعنى دي طلعت صفرة وليه دي طلعت خضرة، يعني ليه في يلو بلانت وفي ليه في جرين بلانت. كان مشغول بالموضوع ده، يعني كان شاغل دماغه قصة ان في بلانت لونه يلو وبلانت لون تاني الفروت بتاعته طالعة لونها جرين. يعني طب اشمعنى البسلة؟ يعني انت ليه العالم مندل ما جاش قال لك انا هعمل الموضوع ده مثلا على الستروبري مثلا، او هعمله على البنانة مثلا؟ ماشي، ما هو لو زرع بنانة هيقعد مثلا كل 3 4 سنين عشان يطلع الشجرة تطلع له شوية بنانة يعني، فهو في اسباب معينة اختار علشانها نبات البسلة عشان يعمل التجارب بتاعته. ايه هي التجارب بتاعته عشان ما ننساش؟ فكرة ان ليه الحاجة بتطلع باللون ده وليه بتطلع بالصفة دي، يعني حاولوا تفهموا الدرس كده بايه، بشكل يفيدكم انتوا في حياتكم الشخصية. فقال لك انا هختار البسلة. ليه هتختار البسلة؟ قال لك لان البسلة دي فيها 6 reasons، عندنا 6 اسباب مهمة تخليني اختار البسلة دي. فقال لك اول سبب من اسباب ان انا هختار نبات البسلة، it's easy to plant the bee plant، انت سهل جدا تزرع البي بلانت and grow fast، ان هي it's easy to plant bee، عشان سهل جدا انك تزرع البي بلانت، تاخد سيد وتقوم حاططها في السويل وخلاص وتكبر، يبقى نمبر 1 easy to be planted. نمبر 2 اللايف سايكل اوف بي بلانت از شورت، السايكل بتاعتها ان هي تتزرع وتكبر دي سريعه، فهو يقدر يعمل تجارب كتير. مطلوب منك تحفظهم على فكره، يبقى ايزي تو بي بلانتد، لايف سايكل از شورت اوف بي بلانت يعني از شورت. المهم بقى في الموضوع ده ان البي بلانت ده اسمه هيرمفروديت. يعني ايه هيرمفروديت؟ ان هي البلانت نفسه، انت عارف نبات البسله ده بيكون ليه ورده، الورده بتاعته او الفلاور بتاعته بتكون بايسيكشوال. يعني ايه بايسيكشوال؟ فيها الميل وفيها الفيميل، يعني
بتلاقي ال الوردة اللي طالعة مع أي نبات، إن كان الأصفر بقى أو الأخضر، هي تقدر تعمل أنت سيلف بولينيشن، تقدر تاخد البوليون جرينز بتاعت الميل تروح تحطها في الفيميل، تلاقي البلانت الجديد طلع لك. يبقى flower of female plant is hermaphrodite and thus it can self-pollinate، تقدر ان هي تتكاثر مع نفسها. طيب it can be easily artificially pollinated، انا اقدر ان انا اروح اخد البوليون جرين واحطها عند الفيميل. البي بلانت نمبر 5، بي بلانت بروديوس لارج نمبر اوف offspring ان جنريشن، ان جنريشن يعني تطلع انتاج كتير جدا، تقدر انت تشوف التنوع في الجينات من خلاله. واخر حاجه there are several types of bees، في انواع كتير من الايه من البسله. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان العالم مندل راح جاب نبات البسله. اشمعنى نبات البسله لازم تحفظ لي الخمسه دول او السته دول؟ وركزوا معايا بقى، عمل ايه؟ عمل تجربة، اللي هي التجربة دي اللي هي خطواتها، على فكرة الدرس ده في كتاب المدرسة رائع. عمل التجربة دي، التجربة دي ملخصها ايه بقى؟ ملخصها ان هو راح لبي بلانت لونها اصفر، ركز معايا زي اللي كانت في الصوره موريها لكم من شويه، راح للبي بلانت اللي لونها ايه؟ يلو، وراح للون يلو بيور، يعني هنعرف كمان شويه يعني ايه بيور، يعني لون صافي، يعني الزرعه اللي لونها اصفر دي كان الاب بتاعها والام بتاعتها كانوا اصفر واصفر، كانوا يلو ويلو، فالابن بتاعهم اللي هو اللي راح يشتغل عليه ده كان يلو برضه، بنسميه بيور يلو. راح لبلانت لبي بلانت بيور يلو وخد منه الميل، يعني خد الايه البولين جرينس من النبات ده اللي هو الاصفر، وراح لبي بلانت تانية في نفس المزرعه لونها اخضر بيور برضو، لونها جرين بيور، وقال لك ايه؟ بس انا هجوز البي بلانت اليلو مع البي بلانت الجرين. طب انت هتعمل كده ليه؟ علشان اشوف الابناء هيطلعوا ايه. هو عاوز يعرف الاوف سبرينج، الانتاج اللي هيطلع من الولاد، سوري، الانتاج اللي هيطلع من الاباء اللي واحد منهم يلو وواحد منهم جرين هيطلع لونه ايه. طب انت هتشتغل على انهي صفه بالظبط؟ ده في صفات كتير جدا ممكن تشتغل عليها. قال لك ايه؟ الراجل ده عمل تجرب، عمل التجارب بتاعته، او العالم مندل ده عمل التجارب بتاعته على سبع صفات موجوده في نبات البسله. يعني قال لك ايه؟ انا عندي اختلافات كتير في البسله. عندي في بسله بتكون الحبايه بتاعتها اللي احنا بناكلها بقى، في اللي هي الحبايه المدوره دي، احيانا الحبايه دي بتكون سموس وناعمه قوي، يعني انت لو قشرت بسله كده وبصيت على الحبايه بتاعتها بتلاقي الحبايه مدوره والسموس وناعمه قوي كده، بس هتلاقي نوع تاني من البسله بنسميها بسله مطبقه شويه كده، بتلاقي الحبايه بتاعتها مش مدوره قوي، بتلاقيها مطبقه مكرمشه كده، بنسميها رينكلد. رينكلد يعني مطبقه كده. قال لك انا هشوف الصفه دي، في بعض البسله بتكون سموس وفي بعض البسله بتكون رينكلد، انا هجوز مره واحده سموس مع واحده رينكلد واشوف الاولاد هيطلعوا ايه. قال لك في تجربه تانيه خالص، السيد كولر، يبقى الاولانيه دي السيد شيب، التانيه دي السيد كولر. طب الحبايه اللي هي بتاعت البسله نفسها احيانا بتكون صفراء واحيانا بتكون خضراء، انا هعمل التجربه بتاعتي بره برضو، مره على ان هي هجيب الاب من النوع اللي هو اصفر ده وهجيب الام من النوع الاخضر. ما هو انت اي انتاج انت عاوز تشوفه، اي زرع انت هتزرعه، لازم الزرع ده يكون فيه سيد، والسيد دي هتكون جايه منين؟ جايه من ميل وفي ميل، جايه من بيرنتس، جايه من اباء. فقال لك انا عندي سيد بتكون لونها يلو وسيد لونها جرين، اللي هي انت لو قشرت الفروت دي هتلاقي جواها البسله مرصوصه كده، فاحيانا تقشرها تلاقي اللي جوه اصفر واحيانا تقشرها تلاقي اللي جوه اخضر،
فهو هيعمل ميتنج يعني تزاوج ما بين اليلو سيد والجرين سيد ويشوف ايه اللي هيطلع. فده نوع تاني من الصفات. قال لك في صفات تانية ان ممكن البوت شيب اللي هي الفروت دي اللي انت بتشتريها من السوق دي او بتشتريها من السوق انت دي بتلاقي احيانا في واحدة بسلة كده بتلاقيها ناعمة قوي، القشرة بتاعتها ناعمة قوي كده، واحيانا تلاقيها سينيوس اللي هي مضلعة، تلاقي البسلة باينة قوي كده او مشرشرة كده. البود كلر بتلاقيها لونها اخضر او يلو، احنا في مصر عندنا كله جرين بس في احيانا بيكون يلو. في الفلاور نفسها اللي طالعة مع النبات، انت لو بصيت للوردة نفسها بتاعت شوف الوردة دي اللي هي فين، شايف نبات البسلة بيكون في وردة معاه اللي هي تكون مسؤولة عن عملية البولينيشن بعد كده. الوردة دي احيانا بتكون مثلا ريد واحيانا بتكون وايت. احنا اتكلمنا عن الصفة دي اللي هي السيد شيب، في اختلاف في موضوع السيد، في اختلاف في موضوع السيد كلر، في اختلاف في موضوع الايه الوردة. البوت شيب ممكن تكون سموث او رينكلد، هنا هو مسميها باسامي تانية. البود كلر ممكن تكون الزرعة طويلة طول او شورت. ممكن الوردة نفسها تكون اكزيال او تيرمينال. يعني ايه اكزيال او تيرمينال؟ ان هي تكون سايد او اند، يعني ممكن الوردة تكون في الجنب كده او الوردة تكون ايه في نهاية الايه الزرع خالص. طول اور شورت، كل دي صفات هو هيشتغل عليها. انا عاوز اشوف هل انا لو جوزت زرعة طويلة من نبات البسلة مع زرعة تانية قصيرة من نبات البسلة، الولاد هيطلعوا طوال ولا قصيرين؟ هو ده، هي دي المشكله اللي هو كان بيناقشها. الفيرست جينيريشن، الانتاج الاول نتيجه ان انت عملت ميتنج ما بين صفه وصفه تانية، صفه وناقضها. الطول والشورت او اليلو والجرين اللي هي السيت كلر يلو وجرين، هيطلع ايه؟ هيطلع نفس، هيطلع برضو نصهم يلو ونصهم جرين، ولا يطلعوا كلهم جرين ولا يطلعوا كلهم يلو؟ دي كانت صفات لسه احنا ما نعرفش عنها حاجه. فالراجل ده عمل تجربه مهمة جدا، وهي ان هو راح اختار الصفة التانية اللي هي السيد كولر. قال لك انا هشتغل على دي، هشتغل على ان انا عندي حبة بسلة لونها اصفر وحبة بسلة تانية لونها اخضر، وراح جاب الشجرتين دول، جاب شجرة بتطلع بسلة لونها اصفر وجاب بسلة شجرة بسلة لونها بتطلع بسلة لونها جرين. وقال لك بس انا هعمل ميتنج. عشان يعمل ميتنج بشكل مظبوط مشي على خطوات محددة. اول حاجة مندل بلانتد بي بلانت ذات بروديوس يلو سيدز، بيعمل زرع من البلانتس اللي بتطلع يلو سيدز، اند بي بلانت بروديوس جرين سيدز، يعني في واحده بتطلع بسله صفراء وبسله خضراء. فور سيفرال جينيريشن تو ميك شور ذا بيوريتي اوف ذيس تريتس، خلاص. طيب ذس ذا يلو سيدز بروديوس يلو سيدز بلانت جينيريشن افتر انذر، اند ذا اند ذا سيم جوز تو جرين بلانت سيدز. المهم ان مندل عمل سيلف بولينيشن اوف ذيس بلانتس، راح عمل تلقيح ذاتي بنفسه، راح جاب عمل ايه بقى؟ After he making sure the purity of yellow and green seed traits he planted seeds of these plants parents اللي هم البيرنتس يعني when plants were produced carrying flower مندل removed stamens of these flowers. راح جاب بذرة من البذر اللي هو اصفر اللي الحبات البسله بتاعته صفرة، وجاب بذر من البسله اللي لونها اخضر وزرع الاصفر وزرع الاخضر، طلعوا ايه نباتين. هو عارف ان النبات ده اصفر والنبات ده اخضر، راح للورده بتاعت الاصفر اللي هي الفلاور بتاعت الاصفر والفلاور بتاعت الاخضر، خد الاستيمن من الاصفر. يعني ايه استيمن؟ يعني الميل ريبرودكتيف اورجان، الايه البوليون جرينز بتاعت الميل، وراح للايه للفيميل اللي هي جرين، حط البوليون جرينز بتاعته عند الايه الفيميل، عمل سيلف بولينيشن اكنه جوزهم لبعض، وهيستنى الانتاج اللي طالع من التزاوج ده، وعمل ريموف للستيمنس كلها ما عدا الصفر عشان يتاكد ان البوليون جرينز اللي انا حاططها هي دي بتاعه الجرين بتاعه اللي انا زرعته. السؤال ده بيجي دايما في الامتحان، يقول لك ايه when plants were produced carrying flower Mendel removed stamens. ليه؟ give reason to make sure the purity of these plants او to ensure the purity of these plants. وهنرجع لده في give reasons اللي هناخدها بعد كده ان شاء الله في الفاينل ريفيجن.
بعد ما النباتات طلعت، هو كده عمل ايه؟ عمل ميتنج ما بين اصفر واخضر. كان عنده بلانت لونه اصفر بيور وهو عارف ان هو اصفر، راح استنى لما الورده طلعت وقام واخد منها البوليون جرينز وراح للاخضر، حاطط البوليون جرين اللي هي الصفرة جوه الخضره جوه الفيميل او جوه الورده الفيميل او جوه الاستجمه بتاعت الايه الجرين، وفضل مستني لحد ما يطلع الايه الانتاج. يا ترى الانتاج اللي كده الاب اصفر والام ايه خضر، على اعتبار يعني احنا بنقول كده بيننا وبين بعض عشان نفهم الموضوع، كان الاب يلو والام جرين. اللي حصل ان الفيرست جينيريشن الجيل الاول اللي طلع نتيجه ان الراجل ده حط النبات الاصفر جوزه مع النبات الاخضر، طلع الفيرست جينيريشن كل الانتاج اللي طلع نتيجه العمليه دي اصفر. الله، فين اللون الاخضر؟ مش الاب كان اخضر او الام كانت خضر؟ ما هو في واحد من الاتنين كان اخضر. مفيش جرين، بالرغم من ان انت عارف ومتاكد ان الميل كان يلو والفيميل كانت جرين. مفيش جرين، كله طلع يلو في الفيرست جينيريشن. يبقى الميتنج اللي حصل ما بين اليلو سيد والجرين سيد طلع لي كل الولاد صفر، طلع all first generation has the trait او الصفة الخاصة بي اليلو، بقى كله ايه يلو. ده كده احنا ظهر لنا مفهوم جديد. المفهوم الجديد ده بيقول ايه؟ ان انت عندك حاجة اسمها dominant trait. يعني ايه dominant trait؟ dominant trait يعني صفة غالبة، بنسميها بالعربي صفة غالبة. يعني ايه صفة غالبة؟ ان انت لو عندك بلانت لونه اصفر جوزته مع بلانت لونه اصفر، او سوري خلينا نكون متخصصين قوي في اللي احنا بنقول، او عندنا الكلام واضح قوي. لو انت عندك سيد لونها اصفر وسيد لونها اخضر وعملت ميتنج ما بين السيد الصفرة والسيد الخضرة، لازم يطلع الفيرست جينيريشن اول انتاج هيطلع لك من التزاوج ده لازم يكون كل السيدس اللي طالع لونها اصفر، لازم كله يطلع يلو. اكن الصفة اليلو في حالة السيدس بتاعت نبات البسلة دي صفة تغلب في اول فيرست جينيريشن، ان اول جيل هيطلع الجيل ده كله هيبقى اصفر، الصفة بتاعت اللون دي تغلب اللون. يعني نبات البسلة اللي هو الفيرست جينيريشن ده يروح للاب يلاقي الاب اصفر، ويروح يلاقي الام خضرة، فياخد من الاب اللون الاصفر وياخد من الام اللون الاخضر، بس هو يتلون بأنهي لون منهم، ياخد الاصفر ولا الاخضر؟ ياخد الاصفر، يغلب الاصفر، فكل الولاد يطلعوا ايه اصفر. طيب يبقى دي اول تجربه الراجل ده عملها، عمل ميتنج ما بين الايه اليلو سيد والجرين سيد، طلع الفيرست جينيريشن كله يلو. هنفهم دلوقتي ليه، احنا كمان شويه هنفهم هو ليه طلع اصفر. فقال لك ايه؟ طيب انا عندي دلوقتي كل الانتاج طلع اصفر، انا هاخد اتنين بقى من الصفر دول، هاخد اتنين من الولاد اللي طلعوا دول، اتنين من الفيرست جينيريشن، وهكمل انا هعمل لهم ميتنج برضو، بس في الحالة دي انا عندي الاب اصفر والام صفرة. كان متوقع ان كل الجيل يطلع اصفر، ما هو هيجيب الاخضر منين؟ فهو الاول كان عنده يلو سيد وجرين سيد، جوزهم لبعض كل العيال طلعت ايه يلو سيدز. انا بقول كده كل العيال او كل الولاد على اساس ان هم يعني الايه، على اساس ان هم تكونوا فاهمين الموضوع. يعني كل البلانتس اللي طلعت كارينج يلو سيدز في الفيرست جينيريشن، ام جايب اتنين من الفيرست جينيريشن ده، جاب اتنين وجوزهم، لقى ان السكند جينيريشن اللي طالع، ما هو انت الفيرست جينيريشن لما تجوزه هيطلع لك السكند جينيريشن الجيل التاني، الجيل التاني ما طلعش كله اصفر، طلع 75% من الجيل ده يلو، وطلع كوارتر منه، طلع ربع منه جرين. الله، ده صفة الجرين ظهر التاني اهي. ايوه ظهر التاني، لان هي اسمها صفة متنحية، اسمها ريسيسيف تريت، صفة بتختفي على الجيل الاول وتظهر على الجيل التاني. يبقى تعالى بقى هنا نلخص اللي احنا قلناه ده في حاجة. ان انا عندي نوعين من التريتس، عندي حاجة اسمها dominant trait، trait that appear in all individuals
على كل الانتاج او الافراد of first generation، الصفة اللي هتطلع لك على الجيل الاول كله اسمها dominant trait، اللي كانت في الحالة بتاعت السيدس يلو. وعندنا برضو recessive trait، الصفة المتنحية اللي هي هتختفي على first generation، the trait that doesn't appear in individuals of all first generation أو of the first generation. ومن هنا يظهر لنا قاعدة اسمها principle of complete dominance، قاعدة الانتشار أو قاعدة الصفة الغالبة. القاعدة دي بتقول اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، وهو انك لو انت عملت ميتنج، لو انت جوزت تو بلانتس، واحد منهم بيشيل سيد لونها اصفر وواحد منهم بيشيل سيد لونها اخضر، كل الابناء اللي هيطلعوا في الفيرست جنريشن هيشيلوا الصفه الدوميننس اللي هي في الحاله بتاعه السيد كلر يلو. يعني لو انت عندك يلو وجرين، لا اليلو اللي تكسب، لان اليلو دي دوميننس، احنا عارفين ان اليلو هي دوميننت. ف تيجي دايما في الامتحان principle of complete dominance is the appearance of dominant hereditary traits in all individuals of first generation، كل ال individuals of first generation when two are crossed one carrying a pure trait constructing the trait carried by the other. يعني عكس الصفة اللي شايلها التاني. ولكن لو خدت اتنين من الفيرست جينيريشن ورحت جوزتهم لبعض، هتطلع نفس الصفة الدوميننس تاني بس بنسبة 75%، بنسبة 3 to 1. يعني عندك قانون تاني، وقانون لازم تحفظه برضو، اللي هو مندل فيرست لو، اللي هو لو اوف سيجريجيشن. If two individuals that are different in pair of alternative أو constraining threats copulate، يعني انت عملت تزاوج ما بينهم، only dominant characteristic appear in the first generation، يبقى انت الصفة الدوميننت هي اللي هتظهر على الفيرست ايه generation، while two characteristic appear in second generation 3 to 1 at ratio 3 to 1. تعالوا نلخص كل اللي احنا قلناه لحد دلوقتي علشان الجزء اللي جاي هو أهم حاجة في الدرس. اللي يهمني في النقطة أو في الجزء ده من الدرس إنك تفهم حاجة كويسة أو حاجة مهمة، وهي شايفين البسلة الصفراء والبسلة الخضراء، هو عمل ميتنج ما بين الاتنين دول، اللي كانت لونها أصفر دي راح جوزها لواحدة خضراء وشاف الإنتاج الأولاني لقى كله أصفر. طيب نرجع تاني لقصة الدرس من الأول خالص علشان نلخص ده بارت نمبر 1 من الدرس ده، إن شاء الله في بارت نمبر 2 هنكمل، ولكن تعالوا نلخص بسرعة اللي احنا قلناه في البارت ده. كان في عالم اسمه مندل، وعالم ده كان مشغول جدا بموضوع الهيريديتري أو موضوع الهيريديتري تريتس اللي هي الصفات الوراثية، فحب يعمل تجارب، اختار نبات البي بلانت، نبات البسلة، علشان نبات البسلة ده من النباتات السريعة جدا في الزراعة بتاعتها، إن هي easy to be planted، life cycle is short، وإن هو هيرموفروديت، ان هو هيرموفروديت يعني بايسيكشوال، وان هو ارتفيشال بولينيتد ولارج اماونت اوف اوف سبرينج. احفظ لي الست اسباب دولت. والراجل ده اشتغل على على 7 تريتس، اشتغل على 7 صفات منهم السيد كلر. يعني ايه السيد كلر؟ الراجل ده راح جاب سيد كلر، جاب سيد لونها اصفر وجاب سيد لونها اخضر وعمل لهم ميتنج مع بعض، لان الفيرست جينيريشن طلع كله اصفر نتيجه ان اللون الاصفر ده في حاله السيد كلر دي كانت اسمها دوميننت تريت. الدوميننت تريت تغلب على او تكسب في اول فيرست جينيريشن، انما لو جوزت الفيرست جينيريشن مع بعض وتلاقي ان اللي طالع لك كله في الانتاج اللي جاي في السكند جينيريشن بيطلع بنسبه 3 تو 1. وظهر لنا اكتر من مفهوم، اول مفهوم كان اسمه دوميننت تريت اند ريسيسيف تريت، والدوميننت تريت هي الصفه اللي بتظهر في اول جيل، دي الدوميننت تريت اهي، والريسيسيف تريت هي اللي بتختفي في اول جيل. وظهر لنا تو ساينتفك تيرمز مهمين جدا، اللو اوف سيجريجيشن، وظهر لنا البرنسبل اوف كومبليت دوميننس زي اللي اتكلمنا عنها. ده البرنسبل اوف كومبليت دوميننس، لو انت معاك كتاب خارجي هتلاقي الحاجات دي واضحه جدا، بس المهم ان انت تكون فاهم ايه القاعده الثانيه اللي ظهرت لنا، هي اللو اوف سيجريجيشن او فيرست لو اوف
او مندل فيرست لو. هقف لحد هنا في الفيديو ده، واتمنى ان هو يكون عاجبكم. ان شاء الله هنكمل في بارت نمبر 2 الدرس ده، وهو درس ممتع جدا، اتمنى ان انتم تكونوا مستفيدين بيه. كنت معاكم مستر احمد باشا، ونتقابل ان شاء الله في البارت اللي جاي. باي باي.